مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان. اليوم من مطبخي جبتكم طريقتي اللي نطيب بها طعام البكبوكة، ان شاء الله تعجبكم. سبحان الله، شوفوا البحر راه مهول، شوفوا فيه ثلاثه الالوان باش نعرف انا راه تبان. البداية تاع الشط راه اللون ديالها راه مخلط، في الوسط راه تحفوا، الداخل كامل واخا ازرق رائع في المنظر، والسما بلون واحد اخر. شوفوا اللون تاع الطبيعه الخالق عظمه ديالو. مشينا اليوم عندنا الدار، جات في خاطرنا طعام بالبكبوكه. اليوم احنا الجمعه حبيت نشارككم به، كاش واحد يطيب طعام بالبكبوكه في البحر. اذا نفوت مباشره، هاد زوج بكبوكات كان عندي في كونجيلاتور. اذا نحتاجو حبه كبيره تاع البصل مقطعه، الى قطع صغيره كثروا لها البصل الجبنينه، ثلاث معالق تاع الزيت، كي الزيت سخنت نزيدو البصل عاد ما سخنتش بزاف، شويه راه الريح طول كيكونوا في بلانير. نزيدو هاد الحبات تاع البكبوكه، ناكل واحد يعمل العدد على حسب افراد العائله. نزيدو لهم داك الحبات، الحرات كامل، ونخليو كل شيء يتقلى، كل مره نحركو عليه. نخليهم يتقلى ونعاود نشوف، كل مره نبداو نحركو فيهم. هنا البكبوكات راهم يبانو لكم كبار بصح باش معمرين بزاف، اذا كل مره بهذه الطريقه نحركو فيهم مليح حتى اللي يدخل لهم مليح الحراج، عاد نقدروهم بالماء. كي نحسو بلي البكبوكه صايت تقلات نزيدو لها الماء، من الافضل ما نكبوش عليها، وحلاوتو نكبو الماء سخون بصح انا ما عنديش الماء سخون. عيموا عليها مليح، نزيد لها ديك الحبه تاع الطوماطيش هكذا نخليها صحيحه باش نعاود نحيها، ونزيد لها داك الحمص منفخ ونبلع على لا كوكوط حتى اللي طيبنا البكبوكه والحمص. هيا دي البكبوكة ديالي راها طابت، كيفاش نعرفوها بلي طابت؟ نفدو سكين ندغزو عليها، نحسوها بلي ولات طرية نعرفو بلي البكبوكة طابت. شتو راهم صغارو، قلتلكم بلي مكنتش معمرتهم بزاف. إذا في هاد المرحلة نفد هاديك الطوماطيش اللي كنت عملتها، نحيها نحيهم حتى هما، نحطهم على جانب ونمشي نقي الخضره. شوفوا هاد الكابوي عطاوها لنا السكان تاع هاد الجهه تاع الجنان، فيها جديده. نمشي نقي الكابويه والزروديه
ونزيدهم على المرأة. ونشوفكم إن شاء الله من بعد. نسيت ما قلت لكمش، حتى الحمص نكونوا نقلبوه اللي طايب. ها هو دا حتى الحمص ديالنا خصو يكون طايب، ماشي غير البكبوكه. راني نقيت الكابويه والزروديه، وهنا تزيدوا الخضر اللي تحبوهم ونبلعوا عليهم ونخليهم يطيبوا غير حل 5 دقائق ونشوفكم ان شاء الله. في هذه المرحله انني بخلت على الطعام، دوك نحط لكم الرابط تاع الفيديو تاع الطعام، طريقتي اللي نستعملها. نستعمل فيه الماء السخون، يساعدني بزاف ويربحني بزاف الوقت. دوك نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله، نشوفوا ان شاء الله حاضر معنا ونشوفكم ان شاء الله. بالنسبه للمتعوده تاع الطعام، كان سبق لي وكنت وريت لكم طريقتي في تبخير الطعام واللي نستعمل فيها الماء السخون، ماشاش نعاودها لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. بصح لي يحب يشوف طريقتي، دوك نوضع لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هو دا الطعام بالبكبوكه راه وجد. كي دهنت الطعام سقيتو وحطيت دايما البكبوكه في الوسط وزينتو بشويه خضره داير صاير وعملتو شويه الحميصات. كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم. ايوا شكون اللي فيكم تجي تاكل معايا الطعام بالبكبوكه على شط البحر؟ نشوفكم في وصفه اخرى ان شاء الله.